البيتزا يا باشا اللي حضرتك طلبتها اللي حضرتك طالبها من ساعة ولسه جاية لي دلوقتي. الاوردر ده انا طالبه من امتى وايه اللي اخره؟ عامل التوصيل بني ادم زينا، يعني ما ينفعش نتعامل معاه بجلياطه وقسوه وعنف وكانه عبد اشتريناه بفلوسنا. ده راجل بيقدم لنا خدمه المفروض نشكره عليها. لو لقيت شاب بيهين عامل دليفري لمجرد انه اتاخر عليه شويه هتتصرف ازاي؟ يلا مش اتاخرت روح كله بقى. شكرا يا فندم، الله يسامحك. شكرا. استاذ سيد لو سمحت. السلام عليكم استاذ سيد. نعم. الاوردر يا باشا بتاع البيتزا. لا انا مش هاخد الاوردر ده عشان اتاخر. حضرتك راجع؟ طب اتصالك بالمحل مش هتلاقي ان احنا راجع كمان. اي اتصال ده شغل مسكنه. انا عارف المكنه عطلت يا باشا والله جاي لك ماشي من اخر الدنيا وجاي زحف على ركبي. انا مش عاجبه. مفيش الكلام ده. مش واخد الاكل. مفيش الكلام ده. هتمسكن على حضرتك لحضرتك طالب اوردر وانا جبته لك هتمسكن ليه؟ هاخد اكل برد اعمل بيه ايه؟ في ناس كتير ضغوط الحياه ومشاكلها اثرت على مشاعرها وحتى قدرتها انها تساعد، بس اكيد في امل. يلا انت في مكان محترم اطلع بره. يا عم انا خريج تجاره ومحترم، انت بتعمل معايا كده ليه يا عم؟ يعني انت خريج تجاره وشغال دليفري تبقى فاشل. شكرا 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 كده. وانا اريحك اتفضل. وانا اريحك. لا اله الا الله يا عم. حرام عليك النعمه يا عم. يا عم حرام عليك. بارد ده ولا مش بارد؟ استغفر الله العظيم يا رب. بارد الاكل ده ولا مش بارد؟ لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. وهي دي الصدمه يا استاذ. في حضرتك كلم المحل خلاص ما تدفعش ثمنه. وكلم المحل شوف الاكل بارد ازاي. بس دي نعمه. شوف الاكل بارد ازاي. ساعة قبل الأكل ما يجي حبيبي في ناس وفي زباين واقفة. طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا اللي أعمل إيه؟ ساعات مش بنلاقي كلام يعبر عن لحظة زي دي. ليه كده يا أستاذ؟ حرام عليك. أنا ما تأخرتش والله ساعة، ما كملت الساعة والله. طب أنا مش دافع فلوسه بقى. لا لا طب. لا 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 عشان خاطر بس عشان الاشكال اللي زي دي لازم تتربى. انا معايا فلوس يا استاذ. طب ما تغلطش. والله انا معايا فلوس. انا شغال. تعرف تخرج؟ اخرج بره. ليه كده؟ طيب ليه كده؟ اخرج طيب. بره. انا شغال. مش كده مش كده. انا معايا فلوس. انا معايا فلوس. انت مش عايز تستلم اوردر؟ انا مش عايز استلم. انا الاشكال دي انا عارفها. اللي بتوع المساكين دول نعم بني ادم زيك زي دول. الحقد طبقه حقده انا عارفها. حقد على مين؟ علينا. انا عارف. انا بقول لك ايه دي طبقة حاقدة. يجي يقول لك يا باشا وانا علينا اللي هو احنا مين بس عشان ابقى فاهم. راجل زي زيك بالظبط. راجل زي زيك بالظبط. بالرحمة حلوة. هي بكام دي؟ 71. حضرتك ما تدفعش اخطاء حد. فلوس ايه يا عم؟ حاول يساعده بكل الطرق. وده كان تصرف نبيل بجد. حضرتك ذنبك يا فندم. انا خلاص انا هشيلها. انا هشيلها انا يا فندم. طب ما تزقش. طيب في ايه؟ في ايه؟ انا جاي اشحت منك. انا مدير المحل. انا مدير المحل. عينيه وعلى راسي. ما تكلموش كده. حضرتك الاشكال دي انا عارفها. لا دي مش اشكال. ما تكلموش كده. بتكلموا غير. هو مش شغال عندك. اخد اكل برد. والمحل ده زباله. الناس حاولت كتير تحل بهدوء، لكن مع صعوبه الموقف بدا الانفعال يزيد. شكرا. ينفع كده تسمعني الكلام من الناس؟ انا اسف. انا عامل لك ايه؟ انت انا مش ملاحظ عليك وانت واقف هنا عمال تكلم باسلوب زباله وتميت ايدك عليه. انت ليك عشان تميت ايدك عليه؟ عجبك اسلوبه؟ اه عجبني اسلوبه. خد الاوردر ده. يلا يلا من هنا. احسن من كده على فكره. في احسن من كده. طب انا عملت لك ايه؟ طيب انت حضرتك كده هتسببني في مشكله في شغلي. انا هاخد الاوردر ده. هات الاوردر ده هنا يا فندم. سيبك منه يا فندم. لا ما فيش. سيبك منه. إيه؟ لا 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 تعالى اضربنا. مد ايدك عليا. مد ايدك عليا. لو هتعرف تمد ايدك عليا مد ايدك عليا. انت مش هقدر طبعا. مش هقدر طبعا. مش هقدر طبعا. خد البتاع دي واطلع بره. يالك يلا. وفي اللحظه دي كان لازم نتدخل بسرعه. يا عم عشان ما تنفسنيش قوي في ايدك. ده الاوردر ده انا عايز الاوردر. يا فندم ايه المشكله؟ طيب لان انت ما ينفعش تبقى مكانك. ممكن بشكل مجازي تعتبرني الاونر؟ مش ممكن. اعتبرني الاونر وقول لي ايه نوع الشكوى يا فندم. ايه نوع الشكوى يا ترى؟